شكرا لكما ماجد وأمال، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من تونس، ونخصصها لتغطية الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، ونستهلها بتصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الذي قال في مقابلة مع التلفزيون العربي أنه يتوقع مشاركة مكثفة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تجري غدا الأحد. قال أن النسبة ربما قد تتجاوز 50% من إجمالي ما يزيد عن 7 ملايين تونسي مسجل في العملية الانتخابية. وقال بافون إن الهيئة لم تسجل خروقات أو مخالفات خلال اليوم أو خلال الصمت الانتخابي. في الحقيقة نتوقع أن نسبة المشاركة تتجاوز هذه المرة 50%، لأنه تعلمون وأن الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية تكون العملية أسهل من باقي الاستحقاقات، بما أنه هناك مترشحين فقط، وبالتالي العملية سهلة على الناخب لكي يختار. بالتالي نتوقع أن نسبة المشاركة تكون عالية. إلى حد الآن نسبة المشاركة في الخارج هي 6% فقط. الحملات الانتخابية كانت انتهت بمناظرة وصفت بالتاريخية، جمعت المرشحين الرئاسيين أستاذ القانون السابق المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وشهدت المناظرة الرئاسية متابعة قياسية من التونسيين داخل البلاد وخارجها. نحو شاشة عملاقة اشرأبت الأعناق في هذا المقهى، إنها الحلقة الحدث من المناظرات التلفزيونية بين مرشحي الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، لقاء جمع بين أستاذ القانون المستقل قيس سعيد ومرشحي حزب قلب تونس نبيل القروي. لا يخفي المشاهدون هنا فخرهم بهذا الاستثناء العربي وبهذه اللحظة الفارقة في تاريخ تونس السياسي. مهم أن نتفرجوا فيها باش نعرفوا البرامج السياسية والاجتماعية اللي قدموها المتناظرين، واللي هما المنصب مهم جدا اللي هو رئيس الجمهورية. الناس اللي ماهيش ناوية تصوت أو ماهيش باش تمشي تصوت مش تخرج تمشي تصوت بعد اللي تسمعوا ليه، سواء من المتحدث الأول أو المتحدث الثاني. الدعوة أنا أسماء الطيب من التلفزة. فرضت المناظرة شروطها أسئلة وتوقيتا، ومكنت كل مرشح بالتعريف من خلال القضايا المطروحة ببرنامجه الانتخابي للتونسيين. ليه؟ قل الله غالب. لا ما تقولش الله غالب. الوقت فيصل قد يعيشكم سيد قيس سعيد سبيل نبيل القروي، سامحوني. الله غالب، هو في كل حالة الله غالب. أجوبة أثارت حماس المتابعين مرة وانتقادهم مرة أخرى. انتقاد بلغ مقرات بعض مكونات المشهد السياسي. حركة النهضة استنكرت إقحام اسمها في الحوار والترويج لاتهامات تقول إنها محل نظر القضاء. لقد أثارت المناظرة ردود فعل متباينة للتونسيين، لكنهم يجمعون أن هذا الاستثناء من شأنه أن يقدم صورة واضحة لرئيس تونس القادم. هي المرة الأولى التي تجرى فيها مناظرة بين مرشحين لمنصب الرئاسة في تونس، مناظرة قد تحسم مواقف بعض المترددين وقد تكون سببا في تهيئة الطريق لساكن قرطاج الجديد. أميرة مهذب، العربي، تونس. للمزيد ينضم إلينا وسام الدعاسي مراسل العربي من المركز الإعلامي لهيئة الانتخابات في تونس. مرحبا بك وسام، نتابع معك آخر الاستعدادات لعملية الاقتراع غدا. نبيل بفون تحدث بأنه يتوقع أن تكون هناك نسبة مشاركة مكثفة غدا، لكن ماذا عن مشاركة التونسيين في الخارج حتى الآن، وأيضا استعدادات الهيئة لاقتراع الغد؟ نعم جمال، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل ارتفاع نسبة التصويت في الخارج إلى 9.3% إلى حدود الساعة 4 مساء، أي ما يعادل نحو 36 ألف ناخب في الخارج من إجمالي نحو 370 ألف ناخب مسجل في الخارج، وهي أعلى نسبة مسجلة بحسب
الهيئة مقارنة بالدور الأول من الانتخابات الرئاسية وحتى بالانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي. بالنسبة للمشاركة في العالم العربي جمال بلغت نسبة المشاركة 19.9 في حين استحوذت فرنسا التي يوجد فيها أكبر عدد من الجالية التونسية في الخارج بأعلى معدلات المشاركة. مثلا في فرنسا دائرة فرنسا الثانية بلغت نسبة المشاركة 11.6% ودائرة فرنسا الأولى 7.6%. نبيل بافور رئيس الهيئة تحدث بشكل واضح عن الاستعدادات وعن الخروقات وقال إن إلى حد هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي خروقات أو إشكاليات سواء في مكاتب الاقتراع في الخارج أو حتى خلال اليوم الصمت الانتخابي. وقال إن الهيئة إلى حد الآن على الأتم الاستعداد اليوم الانتخابي غدا وأن جميع المواد الانتخابية وصلت إلى كافة مراكز ومكاتب الاقتراع في تونس في كافة محافظات الجمهورية. وقال إن هذه المكاتب ستفتح على الساعة 8 مساء عدا بعض يعني مكاتب الاقتراع التي ستفتح بصفة استثنائية بسبب الإشكاليات يعني الأمنية. وقال إن بعض المحطات التلفزيونية وخصوصا محطة تلفزيونية عمدت إلى الإشهار السياسي وهو ممنوع. وقال إن الهيئة ستنظر بالشراكة مع هيئة الاتصال السمعي البصري إلى هذه الخروقات وستتخذ القرار والموقف المناسب بعد يعني بعد تشريح ويعني النظر في هذه الخروقات. جمال شكرا لك وسام الدعاسي مراسل العربي كنت معنا من المركز الإعلامي لهيئة الانتخابات في تونس. إذن مشاهدينا دخلت تونس فترة الصمت الانتخابي التي يحظر خلالها القانون على المرشحين للانتخابات الرئاسية ممارسة أشكال الدعاية كافة حتى قفل صناديق الاقتراع لأن فئة ربما هامة وبارزة في المجتمع قررت أن تكسر هذا الصمت. في الرمق الأخير من حملة أحد مرشحي الرئاسة صوت في كل الأرجاء حتى لمن لا صوت لهم في الانتخابات. غير بعيد عن ذلك الضجيج ثمة من هو غير مبال لتلك الدعاية الانتخابية. ماهر واحد من قرابة 200,000 أصم لم يجد برنامجا انتخابيا يتكئ عليه للتخفيف من معاناة هذه الفئة ومع ذلك قرر المشاركة في الانتخابات علها هذه المرة تعزف لحنا جديدا يعوضه عجز أوتاره الصوتية. توجد نقاط واضحة في برامج المرشحين نريد تكافؤ الفرص بين الأصم وجميع الناطقين. في يوم الصمت الانتخابي يتلمس غسان الصامت بالفطرة طريقه اليومي. لا تجد نادلة صعوبة في فهم طلباته المعتادة لكنه يقول إن مطالبه المعيشية ظلت عصية على فهم أهل الحكم في البلاد. مع كل ذلك شارك في الدورة السابقة من الانتخابات الرئاسية وسيشارك في الجولة الحاسمة. أقول للرئيس القادم نريد الاهتمام بالأصم لأن تغيب لغة الإشارة في كل المجالات يخلق لنا مشاكل كبرى. في الدستور بعد الثورة مادة تعنى بهذه الفئة ولغة الإشارة حاضرة في المؤتمرات الصحفية لكن العارف بأحوال ذوي الاحتياجات يطالب بمزيد من الامتيازات. يتطلبه الآن بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية هو اقتراح مسودة قوانين تتطابق مع الفصل 48 مثلا قانون يشرع أن لغة الإشارة تكون لغة رسمية في تونس. يأمل الأصم أن يكون صمته أكثر دويا من أصوات الاحتفالات لمن سيفوز في الانتخابات. صمت الأستاذ الجامعي أولا قبل أن ينطق على أمل أن يصبح لا رئيس قسم بل رئيسا للجمهورية. وصمت السجين أولا قبل أن يخرج من محبسه على أمل أن ينال في القصر حريته. وحين صمتت البلاد بأكملها في يوم صمت مطبق نطق أولئك الصامتون على أمل أن يكون صوتهم صوت من لا صوت له لا مجرد ورقة بيضاء في صناديق صماء. مراد البطوشة العربي تونس.
إذن للوقوف أكثر على المشهد في تونس عشية الانتخابات الرئاسية انضم إلينا في الاستوديو الكاتب السياسي الأستاذ صلاح الدين الجورشي، مرحبا بك معنا. رئيس الهيئة نبيل بافون تحدث عن إمكانية مشاركة أكبر، تحدث عن مشاركة ربما مكثفة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. برأيك هل سيقبل التونسيون أكثر على صناديق الاقتراع، وما هي العوامل أو الأسباب التي ربما تدفعهم إلى المشاركة عكس الدور الأول وأيضا الانتخابات التشريعية؟ شوف، يعني تونس الحقيقة تواصل السير بخطى ثابتة نحو ترسيخ تجربتها الديمقراطية، وأشاطر هذا الرأي الذي قاله السيد بافون في مستوى أو في مجال تكثافة أو ارتقاء مستوى المشاركة لدى التونسيين غدا، وذلك لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول أنه إذا قارنا الأمر بالانتخابات التشريعية كانت هناك نوع من التعددية الواسعة التي أربكت الناخب التونسي وحدت من إمكانية اندفاعه بشكل كبير نحو الاختيار. خلافا لذلك نجد بأنه في الانتخابات الرئاسية هناك مرشحان وأبدى كل واحد منهم قدراته وبرنامجه، وهو ما كشفته المناظرة والمتابعة المكثفة من قبل المواطنين لمعرفة هوية هذين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا سيشجع التونسيين على الاختيار. العامل الثاني اللي هو مهم هو أن التونسيين متخوفين من مستقبلهم، ولذلك يريدون أن يكونوا أكثر فاعلية في مستوى الاختيار. ولعل ما ورد على لسان المرشحين من شأنه أن يشجع الكثير من المواطنين على المشاركة سلبا أو إيجابا، ولكن المهم أن هناك شعور يزداد لدى المواطن بأن يكون حاضرا وفاعلا في المشهد السياسي، وذلك أنا أتوقع بأنه بالفعل سيندفع الكثير من المواطنين. نعم. نحو بحسب شركات سبر الآراء، الأرقام تقول بأن 6,400,000 تونسي تابعوا البارحة المناظرة الانتخابية بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي. برأيك هل ستكون هذه المناظرة حاسمة ربما في حسم قرار كثير من المترددين في هذه الانتخابات؟ فعلا، وقبل هذه المناظرة كان هناك تردد، كان هناك أسئلة، الناس مش عارفين من سينتخبون، وبالتالي جاءت هذه المناظرة لترفع الكثير من اللبس، لكي تحدد ملامح شخصية كل واحد من المرشحين، لكي تستكشف مدى قدراته، مدى وضوح رسالته، مدى قدرته على التواصل مع المواطنين. وذلك لاحظنا بعد ذلك عن طريق الفيسبوك وعن طريق التواصل مع أن هناك الكثير من المواطنين قد حددوا معنى اختيارهم النهائي بعد الاستماع إلى هذه المناظرة التي شكلت منعرج مهم. نعم. طيب، لن نتحدث عن صبر الأراء واستطلاعات الرأي وغيره، لكن ما دلالات أن يفوز أحد المرشحين بفارق كبير عن المرشح الثاني؟ هل يعطي هذا ربما شرعية معنوية للرئيس الجديد في حال حالة الوضع القائم فيما يتعلق بالحكومة المقبلة، لا سيما أن البرلمان الجديد يعني برلمان يكاد يكون مشتتا؟ أكيد، على المستوى الرمزي وعلى المستوى السياسي، كلما تحصل رئيس الجمهورية القادم على قاعدة انتخابية واسعة إلا وساعده ذلك بأن يكون ممثل حقيقي لشرائح واسعة من المجتمع التونسي، وهو ما يجعله رئيس قادر على أن يتخذ قرارات وأن يجد سند شعبي، إضافة إلى محاولاته أن يجد سند برلماني ومن الأحزاب السياسية. نعم. وبالتالي القاعدة الانتخابية ستكون عنصر من عناصر التي يستند إليها الرئيس القادم من أجل تسويق خطابه، تدخلاته على المستوى العام، تدخله في صنع السياسات خلال المرحلة القادمة. نعم. وذلك غدا سيكون عنصر محدد لرئيس الدولة غدا يوم الحسم، وغدا سيعرف ربما في ختام اليوم التونسيون رئيسهم الجديد. شكرا لك الأستاذ صلاح الدين الجورشي الكاتب السياسي. بهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام هذه المداخلة المباشرة من تونس لتغطية دور الثاني للانتخابات الرئاسية. نعود الآن إلى لندن وبقية فقرات العربي اليوم مع آمال وماجد.